كان الخطيب برضو معانا فيديو ليه بيحكي فيه ان هو في بعض في احد التجديدات كان قعدوا معاه، التجديد اتاخر شويه مره اتنين تلاته، قعدوا معاه كابتن هادي خشبه فهو كلمه قال له انا عايز اشوفك. فمحمد انت عارف البركات، وانا اسف ان انا بتدخل في هذا الامر، ولكن بركات في الوقت ده قال لي يا عم انا بس عايز الكابتن يكلمني. والله ما هو يا عم انا بس عايز اشوفه. ما هو اول ما كلمه قال له خلاص يعني انا طلع العود ورمضه، حتى هو معانا غيري معانا في الفيديو حتى. طيب خلينا نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك. وما شاء الله عليه، يمكن من الحاجات برضو اللي انا شايف ان الكره المصريه تتذكرها باستمرار يعني. فكان يوم تجديده يعني قعد يتكلم مرتين ثلاثه مع الاداره اللي عندنا اللي بتوليه الكلام دوت، عدل القرعي هادي خشبه، يعني مجموعه بتاعتنا يعني سعد ابو حفيظ. فسمعت الموضوع طول شويه، فكلمت قلت له يا ابني انا عايز اشوفك، انا عايز نبقى في استقرار بس يعني عايز اشوفك يا محمد. فالحقيقه في نفس الوقت خدت يعني قعدنا مع بعض في نفس اليوم، لقيته قال لي يا كابتن تتكلم معايا في ايه؟ راح طلع الاوضه ماضيها ده حصل ولا اتكلم في حاجه ولا اتكلم في حاجه. ما دي من الحاجات اللي بقول لك يعني الواحد يعني الحي الواحد بيشيلها يعني. وحاجه جميله جدا ما اتكلمش في حاجه خالص، راجل راح ماضي على طول يا كابتن اللي انت عايزه انا اتصرف فيه وانا اهو، وانتوا بقى نلاقي تصرف. لا وخلي بالك يعني انا شاهد على العصر بقى في الوقت ده، وعارف اللي كان بيتقال وعارف اللي كان بيحصل. هو كان نفسه في اكله سمك مع الكابتن وكل وعملها من غيري بس طبعا اسطوره يعني من الاساطير بتاعت النادي الاهلي برضه.